معكم سيادة اللواء سعيد بهلول أحد أبطال حرب 6 أكتوبر. يا صباح النصر سيادة اللواء، أهلا بحضرتك. صباح النور وصباح النصر وصباح الحب لمصر كلها. صحيح، ومعانا سيادة اللواء أركان حرب سعد الدين مرجان برضو، يعني حضرتك عايز تصبح عليه. يا صباح الفل سيادة اللواء سعد يا حبيبي. حبيبي يا اللواء سعيد. يا اهلا وانت يا جميل. والله وحشني يا سعيد، ربنا يخليك. الله يخليك. ازاي صحه يا فندم؟ ربنا يطمن على سيادتك كده وعلى الاسره وعليكم كلكم. ربنا يخليك. الايام الجميله اللي قضيناها في النادي الاهلي من سنه 60. ايوه عمر ثاني. ايوه والله. والله انتوا عشتوا سياده اللواء فتره جميله في كل حاجه بصراحه، يعني احنا غيرانين لان انتوا اخذتوا الخير كله، يعني بجد القيم، البطولات، الفترات الصعبه، وقفتوا على رجليكم. وخلينا كده نرجع مع حضرتك برضه، يعني سياده اللواء كان عمال يحكي لنا واحنا مبسوطين جدا، يمكن انا وكريم وكل الساده المشاهدين اللي بيسمعونا عايزين نسمع من حضرتك برضه كده ابرز ذكرياتك مع 6 اكتوبر. اتفضل يا فندم. والله يا فندم انا برضه بقول ان حرب 6 اكتوبر الناس اللي طبعا ما حضرتهاش فاكره ان القوات دي اللي جت يوم 6 اكتوبر نزلت بالمظلات كده على ضفر غربيه وقامت معديه القناه واخد بالك وحطمت خط بارليف ودخلت وعملت ثلاث شاطئ والكلام ده كله. لا لا لا، احنا الاعداد للحرب كان اصعب من الحرب ذات نفسها. صحيح. ما تتصوريش احنا قبل الحرب دي ما كناش بننام. ليش؟ لان كان عندنا طار. كنا عاوزين الهزيمه اللي هزمناها في 67 بالغادر طبعا، كنا عاوزين نمحو هذه الهزيمه، كنا عاوزين نحس الاجيال واولادنا يرفعوا راسهم فوق كده يقول لا مش ابهاتنا دول اللي عملوا الهزيمه دي. لا ده احنا لازم النهارده نساعدهم ان احنا نحقق النصر بالتدريب. انا هقول لك حاجه بس مثال بسيط عشان انا عارف وقتكم. حضرتك انا كنت في اللواء 15 في عمليات اللواء 15 مدرع مقل، وده كان على راسه راجل من احسن قاده القوات المسلحه كان اسمه اللواء اركان حرب، كان هو اخيه الايمان عادل سوكا مصطفى. ده من الناس طبعا تعرفهم كويس قوي، لدرجه ان هو مسك الفرقه 21 وهو عقيد. طبعا ده حاجه من الحاجات اللي ما تحصلش. وكان معاه رئيس الاركان بتاعه مقدم اركان حرب تحسين شنن، وطبعا اللواء تحسين شنن الناس عارفه كويس. كنا بنطلع في تدريب 101 مثلا كل 3 اشهر، يجمع اللواء في 6 مجموعات، كل مجموعات الدبابات 3 والمشاه والكلام ده كله، ونطلع من احنا كنا متمركزين في ابو صوير لغايه الانطره اللي هو اتجاه الهجوم بتاع اللواء، بنمشي على رجلينا مع القوات على اساس الناس تبقى دست الارض وعارفه كل مكان فيها وكل تبه وكل شارع وكل كل حاجه موجوده في هذا المكان. نطلع الساعه 11 بالليل وننزل بالمجموعات دي الساعه قبل اول ضوء الساعه 4 الصبح، نلاقي الشؤون الاداريه مجهزه لنا العدس وانا بقول العدس والجبنه، ونيجي نازله بالعربيات رايحين ميدان الرمايه لكل سلاح من الاسلحه. يعني انا مدرعات ادخل على المدرعات، انا مشاه ادخل على سلاح المشاه، انا مدفعيه ادخل على المدفعيه، يضرب التمرين اللي هو كان متخصص في هذا الشهر. نطلع بعد ميدان الرمايه نطلع على ميدان السواقه. طبعا كل سلاح كل المشاه بكي والتوباس لهم تمارين والدبابات لها تمارين، وبعدين عربيات النقل لها تمارين، بحيث اي حد ينقص عن 10 من 10 في ميدان السواقه يعيد تاني. شوف قد ايه المجهود اللي الناس بتبذله علشان تحقق واخد بالك النهارده زي ما بيقولوا العرق في التدريب يوفر الدم في المعركه. ربنا يعني يديكوا الصحة سيادة اللواء، والله متشرفين بيكوا جدا، وزي ما كنا بنقول لسيادة اللواء سعد الدين يعني ما فيش بيت مصري ما فيهوش جندي يعني وما فيهوش شهيد في نفس الوقت. وكمان سيادة اللواء لمس نقطة مهمة جدا، هو كان بيتحدث إن لازم كل الأجيال تعرف يعني التاريخ وتدرسه كويس جدا ويكون حاجة أساسية ومادة أساسية في المدارس، ويمكن ده يطبق. ولكن في عندنا جزئية تانية، وخليني هنا أشيد بوزيرة الهجرة دكتورة نبيلة مكرم، لأن هي بصراحة
اهتمت بالملف ده وهو ابناء المصريين في الخارج. هي قالت لا انا مش عايزه اولادي في الخارج ما يعرفوش البطولات والتاريخ بالمصري والانجاز والفخر، لازم يدرسوا ده. فكانت عندها العديد من المبادرات عشان تهتم بالفئه دي. فاعتقد كده شيء محترم جدا ان احنا دايما نبقى عارفين وواصل لنا يعني قد ايه كان في تضحيات من حضراتكم. يعني ربنا يديكم الصحه سياده اللواء سعيد بهلول. نشكرك جدا يا فندم، شكرا ليك.